تعتبر عملية تطعيم نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل باللقاح المضاد لفيروس كورونا خطوة أساسية في حماية صحتهم وسلامتهم، وتعكس التزاما واضحا بحماية حقوق الإنسان. حلقة جديدة تعكس جهود الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل في الحفاظ على صحة وسلامة النزلاء ضمن منظومة متكاملة لتقديم الخدمات ووفق المعايير التي يقضي بها قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية، حيث تم تطعيم كافة النزلاء الراغبين في تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ضمن التطبيق الدقيق والحازم للإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة وتوفير الدعم الكامل لما تتطلبه هذه التدابير الوقائية بما يسهم في حماية صحة وسلامة النزلاء. وفقا لتوجيهات سيدي معالي وزير الداخلية، قامت الإدارة العامة للصحة والتأهيل بأخذ إجراءات احترازية وتدابير وقائية لضمان سلامة النزلاء والعاملين في المركز والحد من انتشار فيروس كورونا داخل المركز. من ضمن هذه الإجراءات تم توفير القفازات والكمامات والمعقمات، تطهير جميع المباني والمرافق المركز بشكل مستمر، وإجراء فحوصات دورية وعشوائية للنزلاء والعاملين في المركز. تم التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية لتوفير اللقاحات لجميع النزلاء مع تطبيق الإجراءات الاحترازية. طبعا تم توفير النوعين من اللقاحات اللي هما ساينوفارم والأسترازينيكا حسب اختيار كرنزيل، والحمد لله تمت عملية التطعيم بكل سهولة ويسر وكان الإقبال شديد. تم تشكيل فريق من إدارة الشؤون الصحية والاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الصحة وبالترتيب مع مراكز إصلاح وتأهيل النزلاء، حيث تم البدء بتطعيم النزلاء الراغبين بأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس. وتأتي هذه الخطوة تأكيدا على الالتزام بكل مقومات حقوق الإنسان، والتي في مقدمتها توفير الرعاية الصحية المتكاملة للنزلاء واتباع كافة السبل والإجراءات التي من شأنها حمايتهم وتأمين سلامتهم، وهو ما يتم في إطار سلسلة ممتدة من التدابير الوقائية التي اتخذتها الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل قبل حوالي عام من الآن، أي منذ بداية جائحة كورونا، حيث كان لهذه الإجراءات الاستباقية الفضل في الحفاظ على صحة وسلامة النزلاء. لله الحمد، بفضل الجهود اللي قامت بها الإدارة العامة والإصلاح والتأهيل وإدارة الشؤون الصحية والاجتماعية وزارة الداخلية، لمسنا في أثناء عملية إعطاء اللقاح وعي تام من النزلاء لأهمية إجراءات التباعد الاجتماعي ولبس الكمام أثناء العملية، وبالتالي في أثناء العملية كنا نبين الأهمية لأخذ اللقاح للنزلاء، ويوجد وعي كامل عندهم للفائدة المرجوة من أخذ اللقاح. طبعا إدارة ما قصرت، إدارة مركز الإصلاح والتأهيل من بداية الجائحة وفرت كل التعليمات اللازمة ووفرت الإجراءات اللازمة، خبرونا الجماعة في أكثر من نوع لقاح، عطتنا حرية الاختيار، عطتنا تعليمات كافية ومعلومات يعني معلومات كافية ووافية عن اللقاح وعن الفيروس الجائحة، والحمد لله ما قصروا بعد في الإجراءات اللازمة حق وقايتنا من فيروس كوفيد 19. أشكر إصلاح تأهيل على هالتوعية، وإن شاء الله بتكون هناك جرعتين، والله يجيرنا إن شاء الله من هالجائحة. أخذنا الجرعة، والأخوان في إدارة الإصلاح والتأهيل منقصرين معانا بتوعيتنا بأخذ الجرعة والاشتراطات المعمولة بها حسب البروتوكولات العالمية بالتباعد الاجتماعي بالتعقيم. نشكرهم كل الشكر على توجيههم لنا وعطونا المعلومات الصحيحة اللي احنا ما كنا عارفين فيها. أخذ اللقاح إذا أخذته أنا مو بس بحمي نفسي، بحمي المجتمع معي، فإحنا نشكرهم ونقول لهم جزاكم الله خير. أداء متكامل وانضباط في منظومة العمل بالإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بما يؤكد أن سلامة النزلاء أولوية تتطلب التزاما بكافة التدابير الوقائية وصولا إلى سلامة الجميع.